هنكمل محاضراتنا النهارده في الام سي اس اي. هنكمل موديول 1 او شابتر 1. الفرق ما بين السيرفر الكور والسيرفر الجي او اي، عرفنا الفرق ما بين مين وين، السيرفر الكور والجي او اي. طيب عرفنا ان السيرفر الجي او اي هو عباره عن ايه، الفرق ما بينه وبين الكور. قلت لك ان انت بتشتغل بالكوماند لاين. طيب احنا شفناه قبل كده، شفتوا الكور ده قبل كده. تعال نسطب نسخه كده مع بعضينا، نسخه كور، عشان انا عايز اعلمكم حاجه كده هتبقى جديده كده النهارده. نفتح لكم كيس ازاي نقدر نحول من كور لجي او اي عن طريق مين؟ باور شيل. شفتها قبل كده؟ طبعا احنا دي اول مره تلاقي حد سجلها، موضوع ان انت تحول من الكور للجي او اي والعكس. طب العكس تعرف تعملها ازاي؟ لكور. لا هتشيل جرافيكال يوزر انترفيس بس، هو كوماند وتقدر تحول ما بين ده وده. طيب هنعمل كده نسخه. طبعا الكلام ده ما ينفعش في 2008، هو 2012 بس. هقول له ويندوز. اللي جنبك شغال. الفين واتناشر. ار تو. كور. نعم. نكمل. طبعا احنا كريتنا فولدر اهو، حطيته على الديسك توب كمان عشان مش هنستخدمه كتير، هي مره واحده بس. هنكريته كانه بنا بنكريت اي نسخه عاديه خالص. هنقول له نيو فيرتشوال ماشين تيبيكال، هنستول ليتر، هنختار هنا 2012، نيكست، هنختار ديسك توب، نقول له ويندوز كور. لازم هو عدد 60 جيجا، مش مشكله. طبعا هنا ده خليه هوست اونلي، هنختار النسخه الايزو 2012، نديله كلوز، نقول له ايه فينيش، نقول له باور اون. نكمل كده يا جماعة. طبعا هنختار هنا ايه، هنستول، هنستول ناو. خلي بالكم انتوا هتعملوا الجزئية دي بعد ما اخلصها كلها من اولها لاخرها. هقوله هنستول ناو. طبعا هنا بقى هنختار ايه، داتا سنتر كور انستليشنز. طبعا ولا نزل ستاندر، هي دي زي دي. طبعا خلينا في الداتا سنتر احسن. اقول له نيكست، طبعا اكسبتد لايسنس، نيكست، هنقول له ايه انستول اونلي ديفون. بعد كده ينفع، بس احنا بس لا، انا عايز اعمل من الكور الاساس للجي او اي والعكس. لا هتبقى فيها حاجة كده تركاية أنا مش عايز أوصلك ليها. أنا عايز تبقى كور خالص ونشتغل شوية على الكور. عايز أوريكوا شو كام حاجة كده على الويندوز كور
قبل ما نقلبه، قبل ما نحوله يعني. طبعا هنوقف نعمل بوز للفيديو ثواني كده عشان نستنى ده كله كده. الويندوز خلص نزل كده، بصوا طبعا هتلاقي حتى كمان شكله هنا في الكوماندز مختلف شويه. نقول له عايز باسورد، هندخل الباسورد الكومبلكس بتاعتنا. معايا احمد، هندخل الباسورد الكومبلكس طبعا هنا قبل الباسورد. اوكي طبعا هو اول ما يفتح معاك هتلاقيه فتح معاك الشكل اللي قدامك ده. معايا حسام بيه، سيب الموبايل معاه، هتلاقيه جاب لك السيم دي على طول. عشان اقدر احوله لكور بعمل له ايه؟ باجي هنا بدخل له الامر ده، الامر اسمه ايه؟ sconfig.cmd. تلاقيه غير لك شكله للشكل اللي قدامك ده. sconfig.cmd. تكست، ملف تكست هتقول. طبعا شايف جايب لك ايه؟ قال لك هنا ايه؟ دومين باك سلاش وركو جروب. لو انا عايز احول السيرفر بتاعي ده اعمله جوين للدومين، هعمله جوين للدومين هقول له ايه؟ يا اما دومين يا اما وركو جروب. لو انا دوست كده رقم واحد، بص كده الارقام اللي على الشمال، قال لك بص لو انت هتعمل جوين للدومين هتدوس حرف دي تصير كلمه دومين، لو انت هتعمل ادخله وركو جروب هتدوس حرف ايه؟ دبليو كورك جروب. طيب لو انا عايز اغير اسم الكمبيوتر بتاعي طبعا هنقول له ايه؟ هنسيبه زي ما هو وهنرجع تاني هنغير اسم الكمبيوتر بتاعي اللي هو هندوس رقم 2. بيقول لك ايه؟ انتر نيم كمبيوتر، نيو كمبيوتر نيم، ايه الكمبيوتر او الاسم الجديد اللي انت عايز تسميه؟ هقول له مثلا انا عايز اسمي الجهاز بتاعي ده دومين كنترول دي سي، اختصار كلمة دومين كنترول، او فايل سيرفر اهو اف سيرفر مثلا. بمجرد ما انت هتدوس انتر هيقول لك ايه؟ يو ماست ريستارت يور كمبيوتر تو ابلاي ذيس تشينج ريستارت ناو. يعني انت عشان نطبق الكلام اللي انت عايزه ده لازم نعمل ايه؟ ريستارت. هتدوس انتر هيبدا يعمل ايه؟ ريستارت. طبعا الكوماند هنا اسرع بكتير بكتير عن الجي اي. ليه؟ وخلي بالك النسخة بتبقى أصغر مضغوطة عن الجي أي، يعني حجمها لما تيجي تسطب النسخة وسرعتها في تنزيل النسخة أسرع كتير وأقل كتير من الجي أي. في 2016 عاملين حاجة اسمه نانو سيرفر. إيه هو النانو سيرفر؟ النانو سيرفر ده اللي هو سيرفر الكور بتاعنا، إن هو شال منك كل حاجة وخلى لك كل شغلك يكون إيه؟ كوماندز. هي كانت مايكروسوفت بتقلد مين؟ لينكس. القصه دي بتقلد لينكس يعني. فطبعا هندخل الباسورد زي ما انت شايف كده، هتلاقيه غير لك الاسم بتاعك لمين؟ لفايل سيرفر. طبعا هنخش ازاي هنا؟ هنقول له ايه؟ sconfig.cmd. غير لك الشكل، قال لك ان الاسم بتاعي اسمه ايه؟ في السيرفر اهو. طيب لو انا عايز يقول لك اد لوكال ادمنستريتور، تيجي نشوفها دي فيها ايه؟ لو دوسنا رقم 3 قال لك ان انت ايه؟ انتر تو جوين لوكال. لو انت عايز تدخل اليوزر ده اللي انت بتفتح بيه طبعا كده الادمنستريتور يكون في جروب مين؟ الادمنستريتور، مش دي اللي كنت بتعملها كوماند يا حسام بيه؟ بس هنا بقى بتعملها ايه؟ انت ما قال عليك تدوس له تكايه بسيطه يعني. طيب لو انا عايز افتح اعمل كونفيجر للريموت مانجمنت اللي هو الريموت ديسكتوب، ان انا هعمل اتصال عن بعد. طيب انا هوريكم حاجه كويسه. لو انا جيت هنا في اديت وقلت له فيرتشوال نتورك اديتور وقلت له تشينج سيتنج يس، قال لك بص انت عندك الثلاث كروت بتاعك اهو، انت عندك الهوست
الهوست اول لي وعندك النت. انا هاجي عند الهوست اول لي ده واشيل التشيك بوكس اللي موجوده هنا ان هو ما وزع ليش دي اتش تي بي، ان هو ما عمل ليش ايه، ما وزع ليش دي اتش تي بي. وهغير الاي بي ده، هقول له مثلا انت هخليك 172 20 20 0 زي ما انت، هقول له ابلاي. انا عايز اوريكم حاجه معينه وهقول له اوكي. لو انت جيت هنا دوست كده رايت كليك على المكنه الاساسيه اللي موجوده عندك دي ودوس له رايت كليك كده وتقول له اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، اقول له تشينج ادابتور سيتنج، هتلاقي عندك متكريت لك كارتين زياده. انت الكارت الاساسي بتاعك اهو اللي هو الايثرنت نتورك ده اللي احنا شغالين بيه، ودول الكارتين دول الزياده، الكارتين دول كارت منهم هوست اونلي والكارت التاني نت. لا هما الاثنين بينزلوا باي ديفولت، يبقى اول كارت هوست اونلي والتاني نت. بص كده لو انا دوست رايت كليك كده قلت له ستيتس ديتيلز هتلاقي خد كام؟ 172 20 20 1. انت باي ديفولت زي ما انا غيرت الاي بيهات دلوقتي بيروح يدي لكارت النتورك، معايا سامع؟ بيدي كارت النتورك واحد، بيديله كام؟ واحد. يبقى انا دلوقتي ينفع ادي المكنه اللي هي الكور اللي انا لسه مشغلها دلوقتي اديها اي بي واقدر ادخل عليها ريموت ديسك توب وافعل ريموت ديسك توب؟ تعال نشوف مع بعضينا. هنقفل ده كده، نكبر الشاشه، نيجي هنا عند ريموت مانجمنت اللي هو الكونفجريشن ريموت مانجمنت، هندوس اربعه. بيقول لك ايه؟ انيبل ريموت مانجمنت ولا ديسيبل ريموت مانجمنت ولا كونفيجر سيرفر ريسبوند تو بيج تو بينج. طبعا انت دي في حاله لو انت عايز تبنج تشغل الموضوع بينج. طب هنقول له انيبل، انا عايز اعمل انيبل للريموت مانجمنت، قال لك سكسسفولي ريموت مانجمنت. يعني سكسس، يعني هو كده فتح لك، عمل لك ايه؟ عمل لك زي الاو للريموت مانجمنت. ارقام انت بتدوس ما الا عليك ارقام زي كده، ارقام. وعندنا بعد قصه الباور شيل، الباور شيل طبعا دي اسهل حاجه عندك هنا. خلي بالك ان الكور ده سيرفر محترم جدا جدا يعني، سهل جدا يعني، اسهل كتير من الجي او اي يعني. طيب طب انت عندك هنا مثلا ايه؟ ريموتس كوب رقم 7، لازم افعل ادوس رقم 7 كده، ادوس رقم 7 كده سمير، هدوس رقم 7 كده، هدوس رقم 7. يقول لك ايه؟ اي انيبل اي ديسيبل، اي اللي عليك هتدوس حرف ايه؟ اي اللي عليك هتدوس حرف ايه؟ قال لك ايه؟ الاو كلاينت رايت، قال لك ايه؟ الاو كلاينت رايت انتر سيلكت، هنقول له ايه؟ واحد واحد. قال لك ايه؟ ريموت ديسكتوب انيبل تو كلاينت انيبل فروم نتورك. بص كده لو انا جيت على المكنه الاساسيه بتاعتي، على المكنه الاساسيه بتاعتي حاجه كده، هفتح حاجه كده، هفتح وهكتب كده الامر ده، وهكتب كده الامر ده، اس تي اس تي اس سي اس سي. هقول له كده احنا لسه ما دخلناش، هقول له كده احنا لسه دخل اي بي للمكنه الاول، امال هطوله ازاي؟ لسه ما دخلناش اي بي. هنيجي هنا عند المكنه، هنيجي هنا عند المكنه عند النتورك سيتنج 8، هدوس رقم 8. بص رقم 8 انت، هو واخد منك كام؟ هو واخد 192 168 26 25. طيب احنا عايزين الكبير ده ولا هنعدله؟ الكبير ده ولا هنعدله؟ بص انت، لا انا ده عامله، هو واخد 135، بوست اونلي، بوست اونلي ده المكنه دي، هو عايز ريستارت بس عشان هو عايز ريستارت. هنقول له ايه؟ نخش على كده، هنقول له ايه؟ نخش على كده عند النتورك كده ونعمل له ايه؟ عند النتورك كده ونعمل له سيلكت للنتورك بتاعتنا، سيلكت للنتورك بتاعتنا رقم 10، رقم 10. شايف 10 ازاي اللي هي الديكس؟ 10 ازاي اللي هي الديكس؟ شايفها على الشمال؟ شايفها على الشمال؟ بيقول لك ايه هنا؟ حاطط لك بيقول لك ايه هنا؟ قال لك هتعمل سيت نتورك ادابتور سي ادرس، ادابتور سي ادرس دي ان اس، كلير دي ان اس، كلير دي ان اس، ريتيرن تو. طبعا نقول له اول واحده ست، ست يعني ايه؟ واحده ست، انت عندك امرين، انت عندك امرين، خلي عندك امر اسمه ست وعندك امر اسمه جيت، وعندك امر اسمه جيت، عندك امر اسمه ست، عندك امر اسمه جيت. ست يعني ايه؟ ست يعني دخل لي، دخل لي، استقبل مني حاجه معينه. طب جيت، طب جيت
جيت ده يعني روح استدعيه من عندك انت. استاذ فهد معايا؟ استاذ فهد معايا؟ ايه معاك يا سيدي. معلش استاذنك وطي الصوت عندك شويه. معلش استاذنك وطي الصوت عندك شويه. طيب دقيقة. هنيجي نقول له عشان انا هنيجي نقول له ايه؟ هنحط له رقم كام؟ واحد اهو. هنحط له رقم كام؟ واحد اهو. يقول لك ايه؟ انت عايزه دي دي اتش سي بي ولا اس ستاتيك؟ هنقول له اس. طب يقول لك لو سمحت انتر ستاتيك اي بي ادرس، هقول له انا هدي لك 172 20 20 202. يقول لك انتر سبنت ماسك. طبعا هنا كاتب لك الديفولت كذا، ممكن اقول له الديفولت، اقول له 255 255 55 0. طيب بيقول لك دخل لي الجيت واي، اقول له مثلا 172 20 20 20 ماشي كده اهو. هدخله بعد كده دي ان اس رقم كام؟ 2. دخل دي ان اس 172 20 20 200. قال لك ايه؟ بروفايل دي ان اس 6. طيب دخل لي دي ان اس الثاني، هقول له 172 20 20 201. دخل لي 201. خلي بالك مش عندك انت بس، عند الاستاذ مجدي نفس القصه. هنقول له 172 20 20 202 مش كده؟ ولا 204؟
طيب ازاي انا هعمل بقى التحويل؟ احول ازاي؟ احول ازاي؟ طبعا اديك احنا واقفين على فين دلوقتي؟ على السي ام دي، واقفين على السي ام دي. عايز ادخل على الباور شيل، هدخل احول شغل من الكوماند لاين لمين؟ الباور شيل. كل اللي عليك هتكتب له ايه؟ باور شيل. بص كده هتغير ازاي؟ بدل ما هو سي عمل لك ايه؟ بي اس. بدل ما هو سي عمل لك ايه؟ بي اس. هتروح تكتب له كده امبورت امبورت داش موديول، سبيس سيرفر مانجر. دخلنا دلوقتي على مين؟ على السيرفر مانجر. اما تقول له امبورت موديول سيرفر مانجر، يبقى هو دخلك جوه مين؟ السيرفر مانجر. هتكتب له بقى كوماند طويل كده، هنقول له ايه؟ انستول داش ويندوز. طبعا انت هنا بتختار ايه؟ بتكتب بالتاب، بتدوس على التاب ويندوز فيتشر. الكوماند كله؟ ما بقول لك بالتاب، انت بتكمله لك. بعد كده هتقول له ايه؟ هنقول له سيرفر مانجر، هنقول له بعد كده سيرفر داش جي يو اي داش ام جي ام تي داش انفرا، وتعمل له كوما. بعد كده هقول له سيرفر داش جي يو اي داش شيل داش سورس سبيس دبليو اي ام نقطتين دي نقطتين باك سلاش سورس sources backslash install dot wim نقطتين أربعة. أنا بقول له إيه؟ لو سمحت اعمل لي انستول ويندوز فيتشر، نزل لي السيرفر مانجمنت انفرا سيرفر جي او اي شيل سورس دبليو اي ام. هنا دي بقى روح خد روح خد الكلام ده كله من مين؟ من الاسطوانه. روح نزله لي من مين؟ من الاسطوانه. الاسطوانه دي اللي هي دي عندي، وخش على ملف اسمه سورس، هتلاقي عندك حاجه اسمها انستول دوت دبليو اي ام نقطتين اربعه، تدوس له انتر. طبعا هو في حاجه غلط، انا مدي اهو، دي موجوده اهو، هنقول له سي. بس عايزين نخش الاول على السيرفر مانجر، ادي الكوماند هنا.
سيرفر جي اي في سبيسي في سبيسي كده اشتغل. طبعا بعد ما يخلص هيطلب مننا ريستارت، هيقوم. ما هو كده في كل الحالات، انت لما تيجي تنزل ويندوز سيرفر بيبقى بارتيشن واحد بس، قليل جدا لو عملت تو بارتيشن يعني. ففي الغالب هتكون السي، هتكون الدي. طبعا انت لو عارف مكانها فين غير الدي، هتكتب الاكستنشن بتاعها، اللوكيشن بتاعها، بدل ما هو دي تعملها ايه بقى حاجة. بس شفت، خلي بالك سبيس وقفت الدنيا. ما هو ما فيش هنا تولز. وانت كمان في كل الحالات لما تيجي تعملها، ما تيجي تنزلها لايف، انت لازم تكتبه. هتعمله ازاي بيست يعني؟ انستول ايه؟ التولز. التولز بس. الجي اي بس. في 2008 لا بقى، عشان انا دورت عليها ما لقيتهاش في 2008 خالص. تولز. لا ما تقلبش، ما بقول لك ما فيش. هو يا كور يا جي اي. باور شيل. تيجي نخش بقى في الباور شيل. خلي بالك الباور شيل دلوقتي كورسات. الباور شيل دلوقتي ده كورسات لوحدي يعني. ما هو انت ممكن تعمل حاجه كويسه في الكور ده. تعمل ايه؟ ما نيجي ناخدها كمان شويه نتكلم. ان انت عن طريق سيرفر واحد بس بتقدر تضيف كل السيرفرات من انترفيس واحد وتقدر تتحكم فيهم. يعني انت ممكن تنزل ايه؟ تنزل سيرفراتك كلها كور وواحد بس جي او اي. الجي او اي الواحد هيخدم على الكل. هنيجي نتكلم عليها كمان شويه. ما ندخلش نتكلم عليها كمان شويه. بنعرف كتير بس ما نطبقش، صح يا محمد؟ نعرف كتير بس ما نطبقش. الباك اب لا، الباك اب انت لازم هتحط تنزل جواه السيمانتك. السيمانتك ممكن برضه تعمل له لا ويندوز باك اب لا اتس يعني. زي الفيم برضه وزي الاكرونيس وحاجات ادفع بس. شغال مع صفات؟ ايوه معاك. بتطبق معايا؟ بتطبق معايا؟ ها؟ ماشي. والله عشان بس دوبي داخل فجيت متاخر شويه.
بس ابغى اخذ الجزئيه دي والفيديو اطبقها كده مع طبعا هو الاتلاين لما بيجي الناس اللي بيعمل انستليشن جي اي بياخد شويه وقت بس مش وقت كتير يعني كنت 10 دقايق ولما ينزلها ويعملها وبيعمل ريستارت مرتين كانك زي ما بتنزل كده الهايبر ويجي يعمل ريستارت عشان دي فيتشرز بينزلها كانه ابديت بالنسبه له طبعا قبل ما ننزل الكور كده هنعمل بوز للفيديو والناس كلها ايه تنزل السكور كده خلص معايا انستول اول ما يجيب لك الشاشه الصفراء كده هنقول له ايه هنقول له شت داون سبيس سلاش ار سبيس سلاش تي زيرو زيرو بس هتلاقي عمل لك ريستارت على طول دلوقتي بالامر ايه شت داون سبيس سلاش ار سلاش تي سبيس سلاش تي زيرو اهو اعطوني قلم داون سبيس سلاش زي ما انت شايف كده ان هو بيعمل ايه بيعمل انستول للفيتشر اللي هو نزلها اوعى طبعا بيقول لك ايه dont turn off your computer انا ما فيش هزار مش محتاجه ده اول ريستارت بيمثلني بيه فاكرين ويندوز اكس بي او ويندوز 2003 لو انت ما اخترتش اللغه وعديت الاسطوانه بعد ما تيجي تدخلها بعد ما الويندوز ينزل يقول لك ايه حط لي اسطوانه عشان تقدر تنزل ايه اللغه او في 2003 كنت ما تيجي تسطب دومين كنترول لازم تحط له اسطوانه عشان ياخد الدي ان اس لو انت هتسطب الدي اتش بي تحط له اسطوانه عشان يسحب الدي اتش بي لو هتنزل ايه تاني الفايل سيرفر فايل ريسورس مانجر تعمل ويب سايت على اي اي اس لازم تحط له اسطوانه لا بس هنا بياخد من الريسورس دايركت بيكمل اهو Thank you.
بصوا يا جماعه، لو انا بقى دخلت الباسورد طبعا هتلاقي الشكل اتغير، جاب لك مكان الصوره اللي كانت بتشاله خالص. وهندخل باسورد هتلاقي غير لك ايه الويندوز خالص للجي اي. بصوا كده شايفين ظهرت الصورة اهي. زي ما هي. زي ايه مثلا؟ السيرفيس كل حاجة زي ما هي. يعني بص اللي احنا مدخلينه 202، ده احنا مدخلينه اي بي 202. بص كده، بص كده زي ما احنا دخلنا 202 نفس الايباد بالظبط، احنا ما عملناش حاجه جديده. هو الفاير وول هو هيقلبه لك جي اي بار في الجواب لما تيجي تخش على مكان تاني. علاوه بس احنا ممكن نقفله بالبارشل. انا في الفايرول بالبارشل. طبعا انا هنا لو كتبت له ادمنستريتور هيفتح لك كور. لو فتحت، لو راح دخلت ريموت وهو كور هيفتح كور. لا طبعا، لا هو انت هتتحكم فيه في سيرفر من سيرفر تاني. ايوه من سيرفر تاني، مش هتخش ريموت ديسكتوب وتتحكم فيه. بص طب اصبر عليا بس، انا اصبر عليا بس، اصبر عليا بس، انا هقولها لك في الجزء التاني. ماشي، هنيجي نفتحه كده تاني. بص كده، ركز بس معايا، ركز بس معايا. لو انا جيت هنا في اد رول اند فيتشر هقول له ريموف، طبعا هنا ريموف، هقول له نيكست. نيكست اذا عندك حاجه اسمها فايل ستورج اند سيرفيسز. لو جيت هنا يبقى فيتشر، فيتشر ليه اهي Graphical Management Tools and Interface and Infrastructure Server Graphical Shell. دول بقى لو شلناهم هيقلب كور. لو انا شلت التشيك بوكس ده وده وقلت له نيكست شل. يعني بص كده انا هعمل حاجه، انا هشيل دلوقتي الجي او اي خالص، هشيل الجي اي اهو، هقول له نكست. بس الاول بس عايز اخد منه سناب شوت. هنا عندي حاجه اسمها ايه؟ بصوا عايز اقولها لكم، لحظه بس. عنده يا جماعه حاجه كده، هنا لو دوست انا رايت كليك وقلت له عندي حاجه اسمها سناب شوت، لو قلت له تيك سناب شوت هاخد لقطه، لقطه من الويندوز وهو على الحاله دي على الشكل ده. هي نسخه كامله سواء في الهايبر في سواء في الفي ام وير. خلي بالكوا دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ ما هو حصل ممكن فيروس وضرب لي الدنيا. لو انا عندي فيروس وضرب لي، ده بوظ لي الملفات كلها كلها. لو انت رجعت السناب شوت دي، لا هو رجع لك على الوضع ده، مفيش اي فيروس كان. كونكشن بيجيب. اقول له تيك سناب شوت، اقول له تيك سناب شوت. انا خدت الوضع على خدت اللقطه على الوضع ده. انا همسح دلوقتي ايه؟ همسح الجي اي. هاجي هنا اقول له هات
وست ريموف او نيكست نيكست فيتشر تستفاد بيها القصة دي لو انت عندك سيرفر كور او وقعت على سيرفر كور ومش عارف تشتغل عليه تقلبه طبعا انت خلي بالك ان النسخة نفسها نسخة الويندوز نفسها انت ممكن تشغلها كور لو جيت هنا فتحت السي ام دي وقلنا له كده اس كونفج دوت سي ام دي فتحت الكورة اهي من جوه الويندوز العادي ما هتكون شغالة الاثنين معاك الكور شغالة اس كونفج دوت سي ام دي لا ما هو اساسا هو اساسا دلوقتي انت شغال جي اي وغير كده انت ممكن عشان تاكتف النسخه كمان يعني لو هي شمال لو هي يعني شمال كده خلص هنعمله ايه طبعا هيطلب ريستارت هنقول له ريستارت طبعا برضو هيفعل ايه فيتشرتين هنشيل
عندي تاني مرحلة بيبدأ يعمل ايه؟ خلص يا جماعة، نيجي نفتح تاني كده، رجع لنا للشكل القديم تاني. فتح لنا برضو السيم دي، هنقول له ايه؟ sconfig.cmd. رجعنا لايه؟ رجعنا تاني للكور تاني. ايه؟ لا لازم تعمل كده، هتختار له اكزيت 15 تو كوماند لاين، تخش على الكوماند لاين زي كده، من جوه الكوماند لاين تقول له ايه؟ باور شيل، دي اسمها كوماند لاين، لازم تخش على الباور شيل زي كده. لا تقول له اس كونفج، sconfig.cmd، دخلك عليها. ماشي، هنوقف الفيديو ده لحد كده، وهنكمل بقى فيديو جديد كمالة موديل ويب عشان هنشتغل على الكور بقى على الجي اي.